سمحت السلطات بمدينة الرقة للمقاتلين العائدين من تنظيم داعش الإرهابي بالالتحاق بالمدارس أو العمل المدني بعد تخليهم عن أفكار العنف والتطرف. هذا وتعاني سوريا من ظاهرة المقاتلين الأطفال والذين تستخدمهم داعش في قتالها. قبل أن يألفوا خطوط الكتابة تمرسوا وأتقنوا فنون الحرب. هكذا خرج صبية مدينة الرقة قبل 3 سنوات من مدارسهم ليلتحقوا بصفوف تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على المدينة عام 2014. ومع تحرير المدينة وطرد التنظيم منها عاد الصبية من الصفوف الأمامية في الحرب إلى صفوف الدراسة. عشرات الأطفال الذين التحقوا بالتنظيم داعش الإرهابي تم وضعهم في سجن الرقة لإعادة تأهيلهم من جديد. ومع الإفراج عنهم سمحت لهم السلطات بالعودة مجددا للدراسة أو الالتحاق بالعمل المدني. الصغار نتمنى أن يروحوا للمدارس والجامعات واللي يبحثون عن فرصة عمل. هناك مكتب تشغيل في مجلس الرقة المدني سيوجد فرص العمل لكم كلكم. قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أفرجت عن 35 شخصا كانوا يقاتلون في صفوف داعش الإرهابي. نتمنى منكم أن العقل الأولي والفكر الأولي والشيء اللي كنتوا تمارسونه مع داعش ما نتمنى يتكرر ثاني مرة. أحمد عيسى أحد أطفال الرقة الذين التحقوا بصفوف داعش الإرهابي في سن 14، حمل السلاح قبل أن يتقن حمل القلم. لقيت أحسن معاملة حتى كنت مصوب ولقيت العلاج. أطفال داعش هكذا تسميهم السلطات السورية والعراقية، فالظاهرة التي بدأت قبل 3 سنوات عجزت معها كلتا الدولتين في منع تفاقمها، حتى أن الأمم المتحدة فشلت في تقدير عدد الأطفال المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي، إلا أن تحرير أجزاء كبيرة من العراق وسوريا وطرد التنظيم الإرهابي منها نزع ربقة القهر لأطفال حملوا السلاح كرها ووضعوه كرهاً.